يعني احنا النهارده بنحتفل بانطلاق تمرد في 28 ابريل الماضي، يعني كان في دور واضح من الشعب المصري العظيم بمساندته لينا في الوقت الماضي، وكل ما نسعى اليه ونتطلع اليه هو حشد شعبي اكبر وتأييد شعبي اكبر للحصول على يعني استحقاقاتنا الدستوريه في الوقت القادم. قدرنا نحقق نجاحين، هو الاطاحه بتنظيم الاخوان الارهابي واستحقاقنا في التصويت على الدستور المصري اللي حصد اكثر من 98% من موافقه الشعب المصري، ونسعى الان الى اكبر حشد شعبي وتعبئه شعبيه لتوصيل اكبر اصوات ممكنه لمرشحنا اللي بندعمه المشير عبد الفتاح السيسي، ومنه ان شاء الله لاعلاننا رسميا عن حزبنا السياسي، ومن خلاله ان شاء الله الى انتخابات البرلمان، وكلنا امل في الشعب المصري وتأييد من الشعب المصري لان نكون حزب الاغلبيه ان شاء الله في المرحله القادمه. اعتقد ان انا يعني حكيت دورنا في المرحله القادمه في العرض اللي انا عرضته في البدايه. احنا تطلعنا في المرحله دي لحشد اكبر اصوات للمشير عبد الفتاح السيسي، هنجوب محافظات مصر كلها من اسوان لاسكندريه لعرض برنامج المشير السيسي ان شاء الله وتوضيح ابرز ملامحه. لا تعليق على احكام القضاء، احنا حركه بندعم الديمقراطيه والحريه، ولكن ندعم دوله القانون ونرسخ لدوله القانون، وندعو كل من يعني يصل احساس بانه تضرر من اي حكم قضائي ان يسلك المسلك القضائي بدرجات التقاضي القانونيه ليحصل على حقه. مطالب حركة التمرد من رئيس مصر القادم اتقدمت للمشير عبد الفتاح السيسي، واكون واضحه ملامحه جدا في برنامجه ان شاء الله بعد ما يعلن بعد 3 يوليو 3 مايو اسف. خلينا ننتظر البرنامج ان شاء الله بعد ما يعلن من الحمله الرسميه للمشير عبد الفتاح السيسي ويعلن عنه السفير محمود كرم ان شاء الله خلال ايام يعني.